بكم أعزائي المشاهدين من جديد. المجتمع السعودي يعيش حالة من التفاعل مع الانتخابات البلدية، كيف يا ترى المشاركة بها؟ بالفعل دلال هالشيء يخلينا كلنا متحمسين نتعرف أكثر على الجهود اللي يبذلها جنود المجهولين خلف حملات التوعية بانتخاباتهم، وطبعا جهود الجبارة اللي أتت أولى ثمارها، وإن شاء الله خير هالقدام. رح نتعرف سويا مشاهدينا على هذه الحملة اللي أطلقتها جمعية النهضة من خلال تقريرنا التالي اللي رح نشوفه مع بعض. التطور الذي تشهده المرأة السعودية والخطوة التاريخية التي تخطوها عبر ممارسة حق الانتخاب وحق الترشح في المجالس البلدية، احتضنت المدينة الجامعية لطالبات جامعة الملك سعود الحملة التوعوية الواسعة صوتك يفرق، والذي نظمتها جمعية النهضة النسائية بالتعاون مع مؤسسة الملك خالد بن عبد العزيز الخيرية، حيث تقيم أركانا متعددة لتقديم المعلومات اللازمة حول المجالس البلدية وأهمية وظائفها، بالإضافة إلى شرح إجراءات الانتخاب والترشح والاقتراع. الهدف من حملة توعية مواطنين رجال ونساء بأهمية المشاركة من خلال التصويت في الانتخابات البلدية. بدأنا حملتنا من شهر أبريل، بدأنا بتدريب مدربات، وهذول المدربات راحوا لشركات، لمدارس، لجامعات، ووعوا فيها المواطنين عن أهمية التصويت. الفكرة أنه نبغى أدوات سهلة تخلي الناس تبدأ الحوار، هي نقطة للتحاور، يعني تشوفين زي البن اللي أنت لابسته ولا اللي أنا لابسته ولا السوارة هذه، صوتك يفرق، الناس تسألك تقول لك إيش معنى صوتك يفرق، فتبدين الحوار. فهدفنا أنه كل شخص يلبس هذه الأشياء يقدر يبدأ يتناقش مع الثانيين، لأنه ما حنوصل لهذه الثقافة إلا إذا كل فرد من المجتمع هو وعى الناس اللي حوله. بدأنا في الحملة هذه بهدف أن احنا ندرب ونبني قدرات الناخبين والناخبات السعوديين، ونرفع مستوى الوعي بدور المجالس البلدية، إيش الوظائف اللي يقوم بها المجالس البلدية، وليه مهم أن احنا نشارك، وكيف ممكن نشارك. فدربنا أكثر من 125 مدربة، قمنا بتدريب المدربات في أول مرحلة، وبعد كذا دربنا الناخبين والناخبات المواطنين، نشجعهم كيف ممكن يشاركوا، ليش ممكن، يعني سميناها إيش وليش وكيف، فنحكي إيش هي المجالس البلدية، إيش دورها وإيش تسوي، وليه مهم أني أنا أشارك كمواطن أو مواطنة، وكيف ممكن، إيش التفاصيل، كيف أسجل، وين أروح، وكيف ممكن أكون جزء من هذه الانتخابات. تسعى حملة صوتك يفرق لرفع نسبة المشاركة المجتمعية في انتخابات البلدية، وهي تعد بصمة قوية للعمل الوطني لرفع المشاركة في الانتخابات والتوعية، والتي يسمح للمرأة وللمرة الأولى بأن يكون لها دورا فاعل، إما مرشحة أو ناخبة، وهذا الأمر يعتبر شكلا من أشكال تمكين المرأة لتكون عنصرا فاعلا في وطنها. عودة إليكم أعزائي المشاهدين من جديد في الاستوديو، لكن خلينا نرحب بضيفتنا الأستاذة هبة الزامل، مديرة العلاقات العامة والإعلام بجمعية النهضة. يعطيك العافية. أهلا وسهلا فيكم. يعطيك العافية أستاذة هبة، أكيد إحنا سعداء اليوم بوجودك معنا، وطبعا هذه فرصة أن نعرف المشاهدين الأعزاء على ما يعني مشاركة المرأة في الانتخابات. والله من يعني طلع القرار في عهد الملك عبد الله أن المرأة في هذه المرحلة حيكون لها حق المشاركة كناخبة ومرشحة، وبدأت جمعية النهضة يعني تعد العدة على إقامة حملة زي اللي أنتم شايفينها الآن موجودة في الشوارع وفي المجلات وفي الجرائد، لأن إحنا كان هدفنا ولا زال أن المرأة تكون شريك فعال في المجتمع، فإذا إحنا نبغى نثبت فاعليتها لازم ندور لها قنوات تقدر
انها هي توري فيها قدراتها وتعليمها وحبها لوطنها ولتنميته، والمجالس البلديه هي احد هذه القنوات. طيب استاذه هبه، هل انتم لمستوا يعني تواجد المراه؟ يعني هل عندها علم، هل عندها خلفيه درايه عن هذه الانتخابات؟ المعلومات اللي موجودة أو اللي يعرفها المجتمع الأفراد سواء المرأة أو حتى الرجل قليلة. دور المجلس البلدي تغير كثير من الدورة السابقة إلى الآن، يعني في صلاحيات كثير أعطيت للمجلس البلدي ما كانت موجودة من قبل. أيضا الميزانيات صارت مستقلة الآن في يد المجالس البلدية. دور المجلس البلدي أنه يشرف على عمل البلديات هي اللي تقوم بعمل تطوير الحي أو الأماكن اللي إحنا عايشين فيها، فضروري أن يكون في إدارة عليا تعمل زي رقابة على الأشياء اللي هم قاعدين يعملونها، فنقدر إحنا في النهاية نعيش حياة أفضل في مجتمعاتنا. فدور المجلس البلدي تغير وتطور وصار أحسن. سن الانتخاب كان أول إلى 24 فمن فوق، الحين من عمر 18. فالدولة ليش أخذتوا العمر الحين الأصغر؟ مو احنا اللي اخذناه، هي الدوله اللي قررت. أوكي. لان الاكثر الجيل الموجود في المجتمع الشباب. يعني هل تشوفين انت انه الجيل الجديد الحين اكثر انفتاح واكثر هم جزء من افراد المجتمع، ولازم احنا كل ما قدرنا ان احنا نعود الشباب على هذه الممارسات من سن اصغر، كل ما اكيد حيكون لها اثر ايجابي على المستقبل. فدور المجلس البلدي تغير صار افضل، وحنا عندنا طموح ان شاء الله يعني يكون في اكثر فعاليه في المستقبل. أكيد. ان شاء الله. يعني انتم الحين بعد ما دربتم الاضوات في مجلس الشورى، نعم. كيف شفتم إقبال البنات؟ كيف شفتم أنه هل مستقبلاً راح يكون لهم يعني أدوار أكبر من كذا، أكثر يعني وأكبر من المتدربات معكم؟ والله شوفي، أنا أقول لك سيداتنا في المجتمع متحمسات، هم بس تنقصهم بعض المعلومات، أعطيهم معلومات وحتشوفوا يعني إقبال شديد على أكيد. وبعدين حتى إحنا عندنا الحين تليفون، يعني تجربة من دولة عربية من الأردن، وعندنا مداخلة هاتفية مع لينا العوار عضو مجلس بلدية في الأردن. مساء الخير أستاذة لينا. مساء الخير. الو، سامعتك استاذه لينا. مساء الخير. مهندسه لينا، ممكن تحدثينا عن نبغى نعرف منك عن التجارب في مجال الانتخابات، خاصه مع فوزك في منطقه متشدده تعتبر. نعم. في البدايه الشكر الجميل للعاملين في هذه المحطه الفضائيه كامله المتميزه دائما. يعطيك العافيه. تسلمي. وأنا بهنئ الأخوات السعوديات في هذا الإنجاز إن شاء الله. نعم سامعينك. نعم. ونحيي جهود المملكة العربية السعودية ممثل قيادتها الحكيمة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود على هذه الخطوة الجريئة والحكيمة. نعم. التي سوف تحقق وتمكن المرأة السعودية من إبراز إبداعاتها. أكيد. وتحقيق ذاتها جنبا إلى جنب مع شقيقها الرجل. نعم. يعني ما شاء الله عليك، انت بعد من المتميزات جدا، في عندك قوه شخصيه رغم انك من منطقه شويه محافظه، ولكن قدرتي انك تفوزين ثلاث مرات، مرتين تنافس ومره كوتا، فرغم ذلك انت ضد الكوتا النسائيه، لماذا؟ انا فزت مرتين على نظام الكوتا، ولا بفوز على نظام التنافس. مرتين. طيب انت ضدها وكيف فزتي مرتين؟ نعم. نبي نعرف. نعم. حتى ناخذ هذا شويه للمشاهد عشان يتعرف. نعم. عليه اكثر. كانت الكوتا في بدايه المرحله اللي هي مشاركه المراه في المجالس البلديه، احنا بنحكي مشاركه لما المراه خلص اثبتت موجوديتها في المجلس لاول مره لثاني مره، خلص انا بعتبر الكوتا عباره عن طوق نجاه لفتره مؤقته. نعم. أثبتت المرأة موجوديتها بعملها بصدقها بإخلاصها ووقوفها جنبا إلى جنب بجانب الرجل في خدمة مجتمعها. الآن يجب علينا البعد عن الكوتا، الترشح بالتنافس. طب مهندسة لينا، ممكن إحنا نستفيد منك ومن تجربتك، إيش ممكن يعني الأشياء اللي ممكن تستفيد منها المرشحة السعودية في هذه التجربة؟ نعم، أنا في بعض النصائح ممكن إني أقدمها لأخواتي السعوديات كمرشحات. من أولها اللي هو أول شيء لازم يكون عند المرشحة إرادة صلبة لتحقيق إنجازاتها. اثنين، في عندنا
موضوع اسمه أو نحكي عن موضوع الإيمان المطلق بأن النجاح بيكون دائما بمقدار صلاحنا وتواصلنا مع أبناء مجتمعنا. طبعا توجيههم كسب تأييدهم بالحوار البناء المثمر. أيضا لازم تكون المرشحة عندها صفاء سريرة، حب خير للناس جميعا دون محاباة. نعم صحيح. يكون حبنا لفترة مؤقتة أو علاقتنا لفترة مؤقتة أو نحكي إنه لمصلحة معينة، لا، هذا الشيء بده يكون أساس بالأول قبل ترشحنا. إحنا بنينا خير بالأول. جميل. طب هذا كله إيش أثر؟ إيش البصمة اللي تركها؟ هذا الشيء أبدا يعني إذا التزمت المرشحة بهذه خليني أحكي المبادئ أو بالتأكيد رح تصل وتحقق ذاتها وتحقق طموحها وتثبت موجوديتها في المجلس البلدي. شكرا لك، شكرا للمهندسة لينا عوران على هذه المداخلة اللطيفة. حقيقة أكيد راح تكون الفائدة لنا هنا أيضا وللمرأة السعودية في جرأتها وفي قوة شخصيتها وفي أيضا نضالها وكفاحها. يعطيها ألف عافية. نعود إلى ضيفتنا في الاستوديو. يعطيك العافية أستاذة هبة. إحنا شفنا تجارب يعني مشابهة في العالم العربي، يمكن الأردن ما هي بعيد عننا إحنا في السعودية. تفتكري أنتوا قدرتوا تستفيدوا من خطوات المرأة في العالم العربي قبل أنتوا ما تخوضوا في مغمار تجربة الانتخابات البلدية؟ يعني شوفي، حتى التجارب اللي موجودة في العالم العربي لسه حديثة. خجولة ممكن نقول؟ سمي؟ خجولة ممكن نقول؟ إيه طبعاً، يعني لازم يبغى لها وقت. لسه المرأة يعني تحتاج أنها يمكن تخطو خطوتين عشان تبين الخطوة الواحدة. فإحنا دورنا في جمعية النهضة أن إحنا نكون الذراع الثالثة للدولة عشان نقدر نوصل المعلومات اللي تحتاجها الناخبة أو المرشحة عشان تقدر أنها تكون عنصر فاعل في مجتمعها. طبعاً قيد الناخبين حيخلص بعد ثمان أيام. حلو. فضروري أن الكل يعني يبادر. يعني هل الحين إحنا بس كنا نبي نعرف إنه سمع. هل في فرق بيننا إحنا هنا وبين الأردن؟ في فرق في طريقة الانتخابات، طريقتنا إحنا، يعني كيف ممكن يكون الفرق بيننا وبينهم؟ ممكن بس تعطينا؟ والله شوفي، أنا ما عندي تفاصيل كاملة عن كيف هم أصلاً يؤدوا العملية الانتخابية، بس على مستوى العالم بالكامل. ولكن لها ضوابط. في تشابه ولها شروط. أكيد يعني إحنا. العادات والتقاليد. يعني إحنا ركزنا في تدريبنا على عنصر المواطنة. إذا الواحد حس إنه عنده مواطنة ويبغى يعمل شيء لمجتمعه مهما كانت يعني الصعوبات أو الخطوات حيقدر يتخطاها. وإحنا الحين في مرحلة التعلم ولازم نمارس عشان نتعلم، ما نقدر نمارس فقط طبعاً. بالقراءة، فلازم ندخل ونجرب ونحاول وإن شاء الله ننجح في النهاية. إحنا كمان يعني نزلنا وعملنا استطلاع للرأي، خلينا نشوف كمان رأي الناس والمشاهدين يشوفونه معنا. خلينا نشوف استطلاع الرأي أعزائي المشاهدين. إن شاء الله نتأمل خير بالمرأة وما وصلت له في المملكة دعم ولاة الأمر، وإن شاء الله نتوقع أنها تنجح في الانتخابات. والله مشاركتها هي نقطة تحول تعتبر، وإن شاء الله أنها تكون أحسن، يعني تكون فعلها دور فعال حيث أنها في الأقسام النسائية وتطورها، فإن شاء الله أنها يكون لها مستقبل بإذن الله، بحكم أنها أول مرة ما تقدر تحكم عليها. والله إذا كانت جيدة وعندها أفكار جيدة تنفع يعني الناس أكيد إن شاء الله بتنجح. ممكن، ليش لا؟ في كثير نساء ذات كفاءات عالية. والله أتوقع المرأة يعني نجحت في مجالات كثيرة، يعني مجالات يعني أكبر من تكون في شؤون بلديات، وأتوقع إن شاء الله نجاح، يعني إن شاء الله نجاح. ممكن تنجح أكيد، بس أنا أفضل رجل صراحة. ما مهم عندي، المهم ان الشخص اللي راح صوت له انه يكون يستحق التصويت، يعني سواء امراه او رجل. اللي راح يستحق التصويت راح اصوت له بغض النظر رجل او امراه، راح اشوف اعمالهم كذا واقرر. ما يفرق الجنس، ما اتوقع ان الجنس هو الفارق، يعني الفارق ممكن برنامج انتخابي، يعني ان يكون البرنامج الانتخابي خبرات الناخب، مؤهلات، خدمات اللي قدمها من خلال
مناصبه السابقة. أتوقع هذه اللي مؤثرة أكثر من هو مرأة أو رجل. للرجل والمرأة الاثنين. والله أنا أتوقع أنه المعيار بالنسبة لي أنا لدي أنه راح يكون للكفاءة، يعني إذا كان الرجل متقدم كفر أو المرأة كفر فأنا راح أبحث عن الكفاءة الجيدة والمناسبة اللي أتوقع أنها راح تخدمني وراح تخدم المنطقة اللي أنا فيها. لا للرجل أكثر، الرجل قيادي أكثر يعني بفطرته. أنا من قبل لا تبدأ المرشحين قلت إذا طلعت امرأة واحدة يعني حتى لو برنامجها ما عجبني راح أصوت لها. كل مصوت المفروض أو مو منتخب يقدم برنامج الانتخابي وعلى ضوء الواحد يحكم. للأفضل اللي ممكن أنه ينفع البلد صراحة للرجل. شوف المرأة تمسك أي شيء إلا الإدارة صراحة، قيادة قصدي. إذن بعد هذا الاستطلاع وبعد التقرير اللي شفناه شفنا كثير من الحريم كانوا مؤيدات لوجود المرأة والبعض منهم كانوا ضد. طبعا احنا مو بصدد هذا الموضوع ابدا، احنا مع الاستاذة هبة نبي نعرف بس وش اللي الوثائق المطلوبة عشان نسجل مثل انا ودلال وغيرنا كثير من المرشحات او اللي يبون يرشحون انفسهم للانتخابات البلدية. اول شيء لازم نعرف انه مناطق انه المجالس البلدية فيها اكثر من دائرة، فلازم الواحد اول شيء يعرف هو يتبع لاي دائرة، اذا عرف هو يتبع لاي دائرة يروح يتوجه لاقرب مركز لتسجيل الاصوات. وطبعا في موقع الكتروني اسمه وطنيه.com انشاته النهضه، وممكن عن طريقه وعن طريق موقع انتخاب لوزاره الشؤون البلديه والقرويه تعرفي انت ايش اقرب مكان تروحي تاخذي معك هويه طبعا اللي هي بطاقه الاحوال. ويعتمد هل انت عندك صك بيت باسمك او باسم زوجك او باسم والدك تاخذينه معك ومع دفتر العائله او احد الفواتير الخدمات سواء كهرباء او مويه او ثابت تليفون، وتنتهي العملية في 5 دقائق. يعني سهل، يمكن الناس لسه ما عرفت بس أنا أقول لكم أنا جربت وسجلت في قيد الناخبين أخذت المسألة 5 دقائق بس، والشعور بالفخر بعدها يستمر لأيام. أكيد، وطبعا أكيد إحنا هنا في السعودية كوني أنا مرأة سعودية كمان وكل مرأة سعودية هذه تعتبر تجربة فريدة من نوعها، وإن شاء الله تشوف الأمل وإن شاء الله نسمع كل خير. يعطيك ألف عافية أستاذة هبة الزامن مديرة العلاقات العامة والإعلام بجمعية النهضة النسائية. يعطيك ألف عافية. الله يعافيكم، شكرا على الاستضافة. شرفتنا أكيد في وجودك، بس نبي نعرف منك كلمة أخيرة وبسيطة، كيف نشجع البنات عشان يتحمسون للانتخابات؟ والله يعني أي أحد يعني عنده نقص في المعلومات بليز يعني ادخلوا على مواقع التواصل الاجتماعي حقت النهضة أو ادخلوا على موقع وطنية فيها ثرية بالمعلومات، الواحد لما يكون عنده معلومات. أستاذة هبة زي ما أنتم كاتبين هنا صوتك يشكل الفرق، وإحنا منتظرينكم تصوتون وباقي بس 8 أيام وإحنا الحين حنطلع فاصل لكن حنواصل أكيد. اسمها نوف، التقت أمها بعد 20 سنة من الفراق. اسمها شمس، خدعها شاب متهور وأنقذها رجل صالح. اسمها ندى أو وفاء، لكل امرأة حكاية طموح أو دموع أو احتياج أو ظروف صعبة، كيف نجعلها تتمسك بالأمل؟ قصص سيدتي الإنسانية تنقل لك حكاية واقع صعب وإصرار على بدايات جديدة. سيدتي نت، معك أثناء دراستك، معك في مملكتك. ومجلة سيدتي لكل فرد من عائلتك. سيدتي وموقعها الجديد لكم ومعكم كل لحظة. في سيدتي بعد الفاصل، أهم الخطوات للتعامل مع الأشخاص السلبيين.